السلام عليكم. اليوم موضوعي شرح جمع البيانات وتنظيمها. عندي نظم البيانات في جدول تكراري. عندي هاي مجموعة أرقام 2 2 1 6 2 3 5 5 1 2 6 5 4 6 1 3 1. السؤال يقول لك سوي لهم جدول تكراري. يجيك سؤال هيك بالامتحانات الشهرية أو امتحان آخر سنة الكورس الثاني. اسوي هذا الجدول، تكتب تكرار والفئة، تكرار والفئة. الفئة اسويها عد تنازل تنازلي، يعني من الصغير للكبير. اول رقم 1، بعدين 2، 3، 4، 5 و6. كم من الفئة؟ هسه اشوف ايش قد تكرارها، يعني كم مرة الواحد انعادت تكررت. اشوف الواحد، 1 2 3 4، اذا تكررت 4 مرات. نجي رقم 2، 1 2 3 4 4 تكررت. رقم 3 كم مرة تكررت؟ 1 2. رقم 4 كم مرة تكررت؟ بس مرة واحدة. رقم 5 كم مرة تكررت؟ 1 2 3 3. رقم 6 كم مرة تكرر؟ 1 2 3، 3 مرات تكررت. هذا هو الجدول التكرار، سهل وبسيط. يجيك طريقة ثانية، يجيك هذا السؤال: قياس أطوال طلبة صف المتوسط بالسنتيمتر. عندي 150 137 149، هاي 9، 136 147 148 149 144 145 134 139 139 135 139 134 139 134 139 139 139 139. احنا نريدين السؤال يقول لك سوي له جدول تكراري. جدول تكراري احنا ايش قلنا؟ يتكون من فئة وتكرار. السؤال الاول شو طيب عنده؟ اقل من 140، كتبت أقل من 140، وبعد من 140 لحد 145، حطي لي هذا الفاصل، يعني من هذا الرقم لحد هذا الرقم، يعني من 140 لحد 145 كتبتها. بعد سؤال الأخ، من 146 لحد 150، هاي من 146 لحد 150، يعني أرقام محصورة بين هالرقمين. نحل أول واحد، أقل من 140. 140 أقل من عدها. هذا رقم 1. بعد عدنا 2 3 4 5، بعد 6 7 8. إذا تكررت 8 مرات، 8 مرات 140 تكررت. هسه أرقام محصورة من 140 لحد 145، من 140 يعني شو 140 لحد 145؟ يعني 41 42 43 44 45. هاي الأرقام محصورة. 140 اللي شنو بعد؟ 140 لحد 145. 145 وحدة، هاي 2 144، بعد و3
ثلاثة 141 إذا ثلاثة أرقام محصورات. هسه من 146 لحد 150، من 146 لحد 150 يعني 46 47 48 49 50، هذا قصدي محصورات رقمين. 146 هاي 150 وحدة، 2 49 46 3 48 4 48 5 هاي 6 149 6 هاي. إذا هذا العدد. السؤال يريد يقول لك ما عدد طلبة أطوالهم أقل من 140؟ اللي أقل من 140 هم شقد؟ 8. إذا عدد الطلاب يساوي 8 يساوي 8 طلاب. 8 طلاب. سؤال ما عدد طلبة أطوالهم بين من 150 إلى 140؟ من 150 إلى 140، ها 150 وها 140 الأطوال. إذا أجمع 3 زائد 8 5، أقول 3 3 زائد 5 يساوي 8. نعم هاي 8 طلاب. وهاي فكرة الشرح ترى سهل، كل السهل. وشكرا.